بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. دلوقتي إحنا معاكم في يونت 8 وحدة 8، بناخد مع بعض الدرس الثالث والرابع من كتاب المعاصر، صفحة 77 لصفحة 91 إن شاء الله. كتاب المعاصر الترم الثاني 2023. بدأ مع حضرتك في الكيفوكاب، واحنا اتفقنا مع بعض من البداية ان الكيفوكاب دي مهمة جدا، في الغالب بيجي منها اسئلة الامتحانات. بيقول suspension bridge يعني كوبري معلق، sunset يعني غروب الشمس، ice skating يعني التزلج على الجليد، سكينج يعني التزحلق على الجليد، بس فوق سكيتنج باستخدام حذاء، انما سكينج باستخدام لوحة تزحلق. على اليمين بيقول لك فيو يعني منظر طبيعي او رؤية، ماونتن كلايمينج يعني رياضة تسلق الجبال، انسكت يعني حشرة، اتشيفمنتس يعني انجازات، براود يعني فخور. تعال على البوب كويز، بيقول لك سكينج اللي احنا قلنا عليه فوق التزحلق على الجليد باستخدام لوحة تزحلق، انسكت حشرة، وبراود فخور، سانست غروب الشمس، وفيو يعني منظر أو رؤية أو منظر طبيعي. I am نقط of my parents، أنا نقط والدي، أنا فخور بوالدي، براود. People can practice in very old areas، very cold areas، الناس ممكن إن هي تمارس رياضة إيه في المناطق cold الباردة جدا، هتبقى طبعا سكينج التزحلق رقم 3. The bee is a very useful نقط، النحلة هي نقط مفيدة جدا، طبعا النحلة حشرة مفيدة جدا، رقم 4. The view of the Nile، منظر النيل during نقط أثناء نقط is fantastic، رائع، during sunset أثناء غروب الشمس. بعد كده finally يعني أخيرا، probably من المحتمل، protect يحمي، glass floor يعني أرضية زجاجية، نايل وراق ايلاند يعني جزيرة الوراق في النيل، سوشال ستاديز مادة الدراسات الاجتماعية، السي والاي بتتقالشين سوشال، بوبولار يعني مشهور او شعبي او محبوب، دي اكسبريس ترين يعني القطار السريع، سكول سبجكت يعني مادة دراسية، هوليداي بليسز اماكن لقضاء الاجازة، برايس يعني ثمن او سعر، ذهب يعني مدينة ذهب في جنوب سيناء، تي في شو يعني عرض تلفزيوني، ترافلز سفريات او رحلات، رايت ناو يعني الان، بولايتلي بطريقه مهذبه، سبورتس كلاب نادي رياضي، اتروسكان شرو اللي هي ذبابه الاتروسكان حيوان يشبه الفأر، دينجروس يعني خطير، عكسها سيف يعني امن، اجري يوافق، ديس اجري يعني يرفض او لا يوافق. ديفينيشنز تعريفات، اتشيفمنت الانجاز عباره عن ريزلت نتيجه، تو بي براود اوف تخليك فخور بيها، بتقول انا عملت انجاز يعني انت تبقى فخور باللي انت عملته. دينجروس خطير يعني ايبل تو كوز هارم قادر على تسبيب الاذى، نوت سيف او ليس امن. سيف امن اللي هي نوت ان دينجروس سيتويشن ليس في موقف خطير اور بوزيشن او موضع خطير. سانسيت غروب الشمس اللي هو ذا تايم وين ذا سان ديس ابيرز الوقت اللي بتختفي فيه الشمس من السماء، فروم ذا سكاي at the end of the day في نهاية اليوم. suspension bridge يعني كوبري معلق، a long bridge كوبري طويل مسافته طويلة قوي، that has thick metal wires ما شاء الله مثبت او معلق باسلاك معدنية سميكة ضخمة جدا، to hold it up علشان تعلقه او ترفعه لفوق. ugly قبيح يعني not nice to look at ليس لطيف انك تبص له، او not beautiful ليس جميل. كلمة تيك أصلا معناها يأخذ، بس لو تيك إيجا بعد منها وقت أو فترة زمنية بنسميها يستغرق، وبعدين بيجي وراها تو والفعل في المصدر. يعني الفعل في المصدر يا شطار؟ يعني الفعل بدون إضافات. شوف كده، it took استغرقت 5 years خمس سنوات to build the bridge لبناء الكوبري، it takes me تستغرق مني half an hour نص ساعة to go home علشان اروح البيت from school من المدرسة. cross واكروس، cross ده فعل معناه يعبر، فعل يا بطل، ده فعل، اكروس عبر ده ظرف مكان، في فرق طبعا بين يعبر وعبر. cross يعبر، the bridge crosses the Nile، الكوبري يعبر النيل او يعبر جزيرة الوراق في النيل. انما اكروس بقى شو بيقولك، it's the best time
إنه أفضل وقت توك إنك تمشي عبر الكوبري. عبر يعني من خلال الكوبري أو عبر الكوبري. براود أوف وبراود تو. براود أوف يعني فخور بي، بيجي وراها الاسم أو الفعل زائد أي إن جي، إنما براود تو فخور أن، دي بيجي وراها الفعل في المصدر. براود أوف فخور بي، هي إز براود أوف هيز أنكل، هو فخور بعمه، إجا وراها اسم. They are proud of being Egyptian teachers، هم فخورين بأن هم مدرسين مصريين. يبقى proud of فخور بي، بيجي وراها الاسم أو الفعل زائد ing، إنما proud to فخور أن، بيجي وراها المصدر. He is proud to be Egyptian، هو فخور أن يكون مصري. أفرد بتساوي I am sorry، هي أصلا أفرد معناها خائف، معناها خائف. لما تقول I am afraid of the dog، أنا خايف من الكلب. إنما أفرد بمعنى آسف ينفع تبقى معناها آسف وبتساوي I am sorry. Can you lend me your bike please، ممكن تسلفني العجلة بتاعتك من فضلك؟ قال له I am afraid، أنا آسف. I can't هنا مش معناها أنا خائف، آسف لا أستطيع، I need it أنا محتاجها. في بقى أفرد of خائف من، اللي هي بتساوي frightened of، اللي هي رحمة is afraid of dogs، رحمة بتخاف من الكلاب. كلمة way معناها طريق، لو انت ماشي في سكة رايح مدرستك يبقى دي your way، وممكن كمان way يبقى معناها طريقة او اسلوب، المدرس ده له طريقة في الشرح او له اسلوب في الشرح، الزميل ده له طريقة معينة في الكلام. كلمة no way يعني مستحيل، يبقى way معناها طريق. on my way to school، في طريقي للمدرسة، I met Mr. علي، قابلت الأستاذ علي. way يعني طريقة او اسلوب. I don't like his way of thinking، انا لا تعجبني طريقة تفكيره. No way معناها مستحيل، بتساوي impossible. Can you ride a bike، تقدر تركب عجلة؟ قال what، ايه عجلة؟ No way، مستحيل، لا يا راجل عجلة. تعال على حروف الجر والتعبيرات. The best time to يعني أفضل وقت to، أفضل وقت لي. In my opinion، في رأيي. It's important to be polite، من المهم أنك تكون مؤدب. Show on TV يعني عرض في التلفزيون. What's your opinion of، ما رأيك فيه. Live on the island يعني يعيش على جزيرة. Disagree with someone يعني يختلف مع حد أو ما يتفقش معه في الكلام. I feel the same as you about that، أنا نفس أشعر بنفس ما تشعر به في الموضوع ده، اللي انت حاسس به أو نفس اعتقادك فيه أو اللي انت حاسس به هنا، أنا نفس الإحساس بتاعي. You are wrong يعني أنت مخطئ أو على خطأ. The same size as يعني نفس الحجم مثل أو نفس المقاس. I don't have the same opinion، ليس لدي نفس الرأي يعني أنا ما اتفقش معك. means of transport يعني وسيلة مواصلات. I am not sure about that، لست متأكد من هذا. صفحة 80 هتلاقي عندك الريدنج اهو، الكوبري المعلق اللي معمول على النيل عند جزيرة الوراق، مكتوب باللون الأزرق في العنوان، ده تحيا مصر بريدج، كوبري تحيا مصر. The world's widest suspension bridge، اوسع كوبري معلق في العالم. opened in Cairo، افتتح في مصر في القاهرة. in May، في شهر مايو 2019. it's 67.36، الاتساع بتاعه 67 متر و 36 سنتي. m wide، اتساع. and 540 meters long، وطوله 540 متر. more than 4000 people، اكتر من 4000 واحد. helped to build it، ساعدوا في بنائه. They started building it in 2016، بدأوا يبنوه في 2016. They finished it in 32 months، وخلصوه في 32 شهر، ما كملوش يعني 3 سنين. The bridge crosses، الكوبري أو الجسر دوت بيعبر. The Niles وراق island، بيعبر النيل من عند جزيرة الوراق. More than 100,000 people live on this in the island، حوالي 100,000 واحد بيعيشوا في الجزيرة ديت، جزيرة الوراق في النيل. many people، كثير من الناس. enjoy walking across the bridge، بيستمتعوا بالمشي عبر الكوبري. ليه؟ it has glass floor، له أرضية زجاجية على الجناب كده، من هنا ومن هنا إزاز، بحيث ان انت تشوف مية النيل تحت منك وانت ماشي. so you can see the river، علشان تقدر تشوف النهر under your feet، تحت قدميك. the best time to cross the bridge، أحسن وقت تعبر فيه الكوبري. is at sunset، عند غروب الشمس. for a beautiful view of the city، علشان تحصل على منظر رائع للمدينة. رقم 2 هنا بيقول لك the best time to cross the bridge، أفضل وقت تعبر فيه إمتى؟ كان كاتب طبعا sunset اللي هو غروب الشمس.
تعالى بعد كده فويس 1 بيقول لك ان فرونت اوف اس امامنا يو كان سي ذا وورلدز وايدست سسبنشن بريدج، تقدر تشوف اوسع كوبري معلق في العالم. ات اوبند ان كايرو، تم افتتاحه في كايرو في القاهره مايو 2019 2019. اتس 67.36 meters، اتساعه 67 متر و36 سنتي اند 540 meters لونج، وطوله 540 متر. More than 4,000 people، أكثر من 4,000 واحد helped to build it، ساعدوا في بنائه. They started building it in 2016، بدأوا يبنوه في 2016. And they finally finished it 32 months later، وخلصوه بعدها ب 32 شهر. The bridge crosses the Nile، بيعبر النيل، بيعبر the Niles والراق island، بيعبر جزيرة الوراق في النيل. More than 100,000 people live on the island، أكثر من 100,000 واحد عايشين في الجزيرة بتاعت الوراق. Many people، الكثير من الناس enjoy walking across the bridge، بيستمتعوا بالمشي عبر الكوبري. It has a glass floor، له أرضية من الزجاج. So you can see the river under your feet، عشان كده تقدر تشوف النهر تحت رجليك. The best time to cross the bridge، أفضل وقت لعبور الكوبري is at sunset، عند غروب الشمس. For a beautiful view of the city، علشان تحصل على منظر جميل للمدينة. القطار السريع، The express train، القطار السريع to أسوان إلى أسوان، is the fastest one، هو أسرع واحد. كايرو ستريتس، شوارع القاهرة are the busiest in Egypt، هي الأكثر ازدحاما في مصر. So you think that، لذلك أنت تعتقد أن تحيا مصر بريدج، كوبري تحيا مصر، will be the most popular place، سيكون أفضل مكان محبوب أو شعبي in كايرو في القاهرة in the future، في المستقبل. Some people believe that، بعض الناس بتعتقد أن باصز الأوتوبيسات inside كايرو جوه القاهرة are the least expensive، هي الأقل غلاء. means of transport، وسيلة مواصلات، هي وسيلة المواصلات الأقل غلاء. This red smartphone، هذا التليفون الأحمر الذكي، تليفون حديث، is the most expensive one، هو الأغلى. I think محمد صلاح is the best player، أعتقد أن محمد صلاح هو أفضل لاعب in Egypt، في مصر. ودي قاعدة دلوقتي هناخدها إن شاء الله، هنشرحها حالا بعد شوي. جيرل 1 بتكلم جيرل 2، بتقول لها which subject، أي مادة دراسية do you think is more difficult، هي الأكثر صعوبة، English الإنجليزي or science ولا العلوم. جيرل 2 قالت لها in my opinion، في رأيي science العلوم is the most difficult of all، هي أصعب واحدة فيهم كلهم. بوي 1 بيقول I think دهب has the most beautiful beach، أعتقد أن دهب لها أجمل شاطئ in Egypt، في مصر. Do you، أليس كذلك؟ ولد قال له I agree، أنا أتفق معك. It's also the least crowded، كمان هي الأقل ازدحاما. جيرل 3 بتقول What's your opinion of ice skating، إيه رأيك في التزلج على الجليد؟ Do you agree، هل تتفق؟ that it's more dangerous، انه اخطر than mountain climbing، من تسلق الجبال. فبنت قالت لها I am afraid، انا اسفة، I don't agree، مش متفقة معك. فبتقول لها what do you think about the new، ولد بيقول what do you think about the new TV show، ايه رأيك في العرض التلفزيوني الجديد؟ قال له I think it is the funniest show، انه اكثر عرض اضحاكا on TV، على التلفزيون right now، الان. تمارين بيقولك في رقم واحد Egypt has made great نقط in education، مصر عملت نقط عظيم في التعليم. We are proud of that، نحن فخورين بهذا. مصر عملت ايه؟ achievements انجازات، islands جزر، pairs ازواج، زوج من يعني اتنين واتنين، mistakes يعني اخطاء، طبعا الاجابة نمرت ايه achievements انجازات. number 2 mountain نقط is the most dangerous sport of all، نقط الجبال هي اخطر رياضة في جميع الرياضات. watching مشاهدة، climbing تسلق، weighing يعني وزن، skating تزحلق، يبقى الإجابة نمرة B climbing تسلق الجبال. رقم 3 there is a beautiful نقط of the city from Cairo tower، يوجد نقط جميل للمدينة من برج القاهرة. review يعني مراجعة، revision مراجعة برضو، view يعني منظر، review يعني نظرة مسبقة أو مقال نقدي مسبق، بريفيو يعني مقدمة أو حاجة قبل حاجة. الإجابة نمرة سي طبعا فيو يعني منظر رائع. رقم 4 ده تحيا مصر بريدج، كوبري تحيا مصر is the world's widest نقط بريدج، هو كوبري ماله الأوسع في العالم.
information معلومات، suspension معلق، evaporation تبخر، condensation تكثف. طبعا الإجابة نمرة B suspension bridge يعني كوبري معلق. 5 remember that، تذكر أن it's important to be نقط، إنه من المهم إنك تكون نقط when you give your opinion لما تعطي رأيك. الواحد مننا لما يدي رأيه لازم يكون مؤدب وهو بيقول رأيه. cross يعبر، impolite يعني غير مؤدب، سيف يعني آمن، بولايت مؤدب. كلمة كروس اللي في الأول دي ممكن كمان غير إن معناها يعبر ينفع يبقى معناها غاضب. رقم 6 ذا بريدج هاز أجلاس، نقط الكوبري له نقط زجاجية. سو يو كان سي ذا ريفر أندر يور فيت، عشان تقدر تشوف النهر من تحت رجليك. له نقط زجاجية، فلوت يطفو، فلور أرضية، دور باب، ويندو شباك. طبعا الكوبري له أرضية زجاجية من الزجاج علشان تشوف الكوبري تحت رجلك. 7 هاني بي النحل بتاع العسل is نقط ذات produces honey، هي نقط بتنتج العسل. سيستم نظام، animal حيوان، حشرة insect، achievement إنجاز. طبعا النحلة حشرة وليست حيوان، يبقى الإجابة نمرة C. 8 most modern cars، معظم السيارات الحديثة are نقط، they are not cheap، ليست رخيصة. خلاص يبقى معظم السيارات الحديثة غالية. نارو ضيق، expensive غالي، empty فاضي، ugly قبيح. الإجابة نمرة B، معظم العربيات دي غالية ليست رخيصة. صفحة 83 الجملة رقم 9 The bridge is 67.36 meters، نقط الكوبري دوت 67 متر و 36 سنتي. ايه بقى؟ wide ولا width؟ width اتساع. هو عايز طبعا علشان يستخدم التمييز بيستخدم في تمييز العدد صفة. heavy يعني ثقيل، old يعني قديم. طبعا الإجابة meters wide، اتساع مش width. 10 ذا نقط is the time when the sun، نقط هو الوقت اللي فيه الشمس. disappears بتختفي، at the end of the day في نهاية اليوم، يبقى ده الغروب. sunrise شروق الشمس، sunset غروب الشمس، sun cream كريم وقاية من الشمس، sunshine يعني شروق الشمس برضو، يبقى الإجابة نمرة B sunset. 11 means able to cause harm، عنده القدرة انه يسبب لك أذى. dangerous خطير، cheap رخيص، polite مؤدب، سيف آمن، يبقى دينجروس خطير لأنه ممكن يسبب ضرر أو أذى. 12 means not nice، ليس لطيف، to look at إنك تبص له، أو not beautiful ليس جميل. beautiful جميل، ugly قبيح، wide واسع، long طويل. إجابة نمرة B ugly قبيح. تعالى على رقم 13 بيقول لك many people، الكثير من الناس، enjoy walking بيستمتعوا بالمشي عبر the bridge الكوبري in the evening في المساء. cross يعبر، انا عايز عبرة لسه شرحينها فوق، هتبقى الاجابة نمرة B across عبرة. between يعني بين، و next يعني التالي، عايزة تو علشان تبقى بجوار. 14 I disagree you، خلاص عايز تقول متفق معاك، مختلف معاك، agree with و disagree with. نمرة 15 I am proud، خلي بالك ان proud ينفع يجي وراها حاجة من الاثنين، of زائد اسم او to زائد المصدر، لسه شرحينها فوق برضو. يبقى I am proud هنا بيقول لك my father أبويا، هتقول له I am proud of my father، أنا فخور بأبي. الحديث عن المقارنة بين حاجتين، تخلي بالك من أداة الاستفهام which يعني أي أو أيهما. which city يعني أنهي مدينة، is older أقدم، بانكوك the capital of Thailand or Brasilia the capital of Brazil. والله أنهي مدينة في دول أقدم، بانكوك عاصمة تايلاند ولا برازيليا عاصمة البرازيل؟ قال له بانكوك is older، بانكوك أقدم. Which subject do you think is the most difficult؟ أنهي مادة دراسية تعتقد أنها الأصعب؟ English or science or Arabic؟ الإنجليزي ولا العلوم ولا العربي؟ قال له I think science is the most difficult of all، أعتقد أن العلوم هي أصعب واحدة فيهم كلهم. نسأل عن الرأي بقى، What's your opinion of أو about أو what do you think of أو about؟ الاثنين معناهم ما رأيك في الاثنين، سواء كنت هتقول له what's your opinion ولا هتقول له what do you think، وهتستخدم of او about وراهم حرفين الجر صح. فلازم يرد عليك يقول لك in my opinion في رأيي، او I think او اعتقد او I believe برضو اعتقد. وممكن اسأله عن رأيه بدل ما اقول له ما رأيك اقول له do you agree that، هل توافق ان، فممكن في الاخر يقول لك بعد ما تسأله على موافق ولا لا يقول لك yes I agree او no I don't agree، ايوة انا موافق او لا انا مش موافق. يعني دلوقتي لو انا عايز اوافق مع حد هقول له I agree اوافق، او I think so اعتقد ذلك. لو رافض بقى هقول له I disagree او I don't agree انا مش موافق، او I am afraid او I am sorry but والله انا اسف بس كذا.
I don't have the same opinion، أو ممكن أقول له ما عنديش نفس الرأي بتاعك، أو I don't feel the same as you about that، ليس نفس إحساسي أو لا أشعر مثلك بهذا الموضوع، أو I am not sure about that، يعني أنا لست متأكد من هذا. That's what I think، ده لو أنا موافق ممكن أقول له هذا ما أعتقده، ممكن أقول له you are wrong، أنت على خطأ، أو what، ماذا، no way، مستحيل. طيب لو أنا بقى عايز أتكلم عن الإنجازات، أتكلم على الإنجازات أقول له how do you feel about your country's achievements، كيف تشعر أو ما رأيك تجاه الإنجازات بتاعت بلدك. والله I feel very proud، أنا أشعر بالفخر، أو it makes me happy، تجعلني سعيد. Do you want people from other countries to like and respect your country، هل تريد الناس اللي من الدول الأخرى أنهم يحبوا ويحترموا بلدك؟ طبعا of course، أو yes I do، نعم. What other Egyptian achievements are you proud of؟ ما هي الإنجازات المصرية الأخرى اللي أنت فخور بيها؟ I think، أعتقد، the new administrative capital، العاصمة الإدارية الجديدة، and جلالة city projects، ومشاريع مدينة الجلالة. يبقى أنت عندك مشروع كوبري تحيا مصر، عندك مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، عندك مشاريع المدينة الجلالة الجديدة. طب لو عايز أكتب أنا بقى عن كوبري تحيا مصر المعلق باراجراف، يقول لي اكتب باراجراف عن كوبري تحيا مصر، هقول له it is the world's widest suspension bridge، دي اهم حاجة، ان هو اوسع كوبري معلق في العالم. اقول له it opened in Cairo in May 2019، انه اتبنى في القاهرة 2019. the bridge crosses the Nile والراق ايلاند، بيعبر النيل من عند جزيرة الوراق. you can see a beautiful view of the city over the bridge، تقدر تتفرج على منظر رائع للمدينة من على الكوبري ساعة الغروب. the best time to cross the bridge is at sunset، انه افضل وقت لعبور الكوبري ساعة غروب الشمس. كمان تقول له ان في glass floor، ان في ارضية زجاجية تقدر تتفرج على مية النيل وانت معدي من فوق الكوبري. تمام. القواعد عندنا ايه يا شطار؟ القواعد عندنا ان الصفات في الانجليزي بتنقسم الى قسمين، صفة قصيرة وصفة طويلة، وكل واحدة فيهم أنا بتعامل معاها بطريقة معينة. الصفات القصيرة اللي هي كلمتها صغيرة، لو أنت عايز بقى تعمل منها صيغة التفضيل العليا، تجيب ذا وتحط الصفة زائد إي السيتي. أما بالنسبة للصفة الطويلة فأنت هتعمل حاجتين، يا إما تقول ذا موست زائد الصفة، يا إما تقول ذا ليست زائد الصفة، يعني الأقل. ورق الشرح عندك تحت في صندوق الوصف، هسيبه لك تحت الفيديو، تقدر حضرتك تطبعه وتذاكر منه براحتك. يبقى أنا دلوقتي لو عايز أقول الأكثر مع الصفة الطويلة هقول the most، الأكثر. لو عايز أقول الأقل مع الصفة الطويلة هقول the least، الأقل. تمام كده؟ طيب يبقى نيجي هنا زي ما أنت شايف في المثال أهو، fast سريع، عايز أقول الأسرع يبقى the fastest. old يعني قديم أو عجوز، عايز أقول الأقدم يبقى the oldest. طيب بالنسبة للصفة الطويلة قالك لا، حضرتك شوف انت الصفة طويلة اصلا مش محتاج ان انت تحط لها حاجة، هتحط قبلها the most او the least وبعدين تحط الصفة. عايز اقول الاكثر جمالا the most beautiful، الاقل جمالا the least beautiful. عايز اقول الاكثر خطورة the most dangerous، عايز اقول الاقل خطورة هقول the least dangerous. تمام كده؟ تعال اما نشوف الصفات بقى اللي هي الشاذة اللي احنا كنا واخدين جزء منها في الدرس الاول، كان باد سيء، ورس ذان اسوأ من، طبعا عايز اقول الاسوأ يبقى ذا ورست. فار بعيد، فارذر ذان او فيرذر ذان، الاثنين صح، يبقى الابعد ذا فارذست وذا فيرذست. جود يعني جيد، بيتر ذان افضل من، الافضل ذا بيست. طيب كلمة ليت متأخر، كلمة ليت متأخر، ليتر ذان يعني اكثر تأخرا من، الأحدث يعني the latest، ولو هقولها الأخير هتبقى the last. طيب little يعني قليل الكمية، أقل من يبقى less than، الأقل the least. many وmuch، وكمان لو ضفت عليها a lot of، كثير من، التلاتة more than أكثر من، والأكثر يعني the most. بيقول لك the world's نقط suspension bridge opened in Cairo، الكوبري المعلق نقط في العالم افتتح في القاهرة. هاخد هنا widest. طب يا مستر ما انت ما خدتش ليه ذا وايدست، مش انت بتقول ذا زائد الصفه زائد اي اس تي، علشان قبلها ابوستروف اس ملكيه، وجود ابوستروف الاس بتاعه الملكيه قبل صيغه التفضيل العليا تمنع من ظهور كلمه ذا معاها وتبقى وايدست على طول. 2
ويلز ار الحيتان تكون انيمالز حيوانات ان ذا وورلد في العالم كله كده. دي صيغه تفضيل عليا، مش هقول بيجر لان مش معايا ذان، وبعدين انا بقول الحيتان في العالم كله تبقى دي صيغه تفضيل عليا تبقى ذا بيجست. رقم 3، some people think that maths is not subject of all. بعض الناس بتعتقد ان الرياضيات هي الماده في المواد كلها، في المواد كلها، يبقى دي صيغه تفضيل عليا، يبقى هقول the most difficult الاكثر صعوبه. رقم 4، we bought not house in the city. احنا اشترينا بيت في المدينه كلها، اغلى بيت في المدينه كلها، في المدينه كلها، يبقى صيغه تفضيل عليا، يبقى the most expensive الاجابه نمره دي الاغلى. 5، what is the نقط town in your country. ما هي المدينه نقط في بلدك؟ عايز يسال على اكبر مدينه، وانت عندك هنا قبل النقط في ذا، يبقى هجيب الصفه زائد اي السيتي، لان لارج صفه قصيره، هتبقى ذا لارجست تاون، اكبر مدينه ان يور كانتري في بلدك. رقم 6، تنس از ليس بوبولار نقط فوتبول. التنس اقل شعبيه من كره القدم. طبعا معروف ان كره القدم محبوبه عند الشعب كله اكتر من التنس. ادي ليس ودي بوبولار، يبقى انا عايز هنا ذان، ليس بوبولار ذان يعني اقل شعبيه. 7، No one is taller than أحمد. ما شاء الله، محدش أطول من علي. يبقى معنى كده إن علي هو إيه؟ هو أطول واحد، ما هو محدش أطول منه، هو أطول واحد في الفصل كله، وأدي ذا، وكلمة طول يعني طويلة، هحط لها إيه إس تي، تبقى ذا تولست. 8، This is not film I have ever seen. هذا فيلم شفته في حياتي، شفته في حياتي، يبقى صيغة تفضيل عليا. والصفة اللي تحت في الاختيارات بورينج، ممل، دي صفة طويلة، وبالتالي هحط لها ذا موست، وتبقى الاجابه نمره دي ذا موست بورينج فيلم، انه اكثر فيلم ممل شفته في حياتي. 9، which city do you think is not city in the world. انهي مدينه تعتقد انها مدينه في العالم كله؟ طالما بيتكلم في العالم كله يبقى عايز صيغه تفضيل عليا، وكلمه اكسايتنج اللي تحت دي صفه طويله، والصفه طويله عايز عملتها صيغه تفضيل عليا، هحط قبلها ذا موست اكسايتنج. 10، I have the نقط family in the world. أنا عندي أحسن عيلة في العالم. حضرتك عارف إن الصفة بتاعت جد صفة شاذة، وعايز أعمل منها صيغة تفضيل عليا لأنه جايب ذا، يبقى هقول the best family، أفضل عائلة في العالم كله. رقم 1 في الكوريكت، يقول لك كايرو ستريتس شوارع القاهرة are busiest in Egypt. لا سوري، busiest كده صح، بس أنت لازم تحط لها ذا الأكثر ازدحاما، تبقى ذا busiest الأكثر ازدحاما. رقم 2، تنس is least dangerous than football. كويس، أنت عندك هنا than، والتنس أقل خطورة من الفوتبول. طبعا ليه؟ لأن التنس ما فيهاش التحام بينك وبين اللاعيبة الآخرين، مش بتتخانقوا على الكورة، إنما التنس واحد واقف في ناحية واحد والتاني واقف بناحية، بيرموها على بعض بالمضرب. يبقى هنا التنس فعلا أقل خطورة من كرة القدم، بس هنا عايز مقارنة، والمقارنة مع دينجر والصفة طويلة وبعدين معاها دان، وعايز اقول اقل، هتبقى لس بس مش ليست. رقم 3، what is the better place. لا، ما انت بتقول the better place، المفروض ان ذا يبقى وراها صيغة تفضيل عليا، يبقى the best. what is the best place to play tennis near here. ايه هو افضل مكان تلعب فيه تنس بالقرب من هنا. 4، insects الحشرات are more dangerous animals in the world. اخطر حيوانات او اخطر حيوانات في العالم كله. لا، يبقى هنا بقى ذا مش تبقى مور، تبقى ذا موست. رقم 5، شي از تول طويلة، جير اللي هي بنت طويلة، ان اور كانتري في بلدنا كلها. لا، تبقى كده صيغة تفضيل عليا، يبقى خليها ذا تولست الأطول. 6، a plane is fast than a train. الطيارة سريعة من القطار. سريعة، لا، هنا جايب ذان، يبقى فاستر مقارنة، فاستر than a train، أسرع من القطار. 7، سالي از ذا شورتر جير. لا، شورت ذا قبلها صيغه تفضيل عليا، يبقى ذا يبقى ياخد صفه زائد اي اس تي، يبقى سالي از ذا شورتست جير، هي اقصر بنت ان ذا كلاس في الفصل. 8، بيقول لك ذا بلو كار العربيه الزرقاء از موست اكسبنسيف. لا سوري، انت حضرتك بتقول اغلى عربيه كار هير هنا، يبقى صيغه تفضيل عليا، يبقى موست دي عايزه تبقى ذا موست، علشان تبقى مظبوطه تبقى the most expensive، هي الأكثر غلاء. 9، the red pyramid الهرم الأحمر is further monument in my city، هو أبعد أثر في مدينتي كلها، يبقى صيغة تفضيل عليا،
وهو الراجل جايب هنا ذا يبقى فيرثست كده اف يو ار تي اتش اي اس تي صفه شاذه. 10 شي از ذا يونج دوتر هي اصغر ابنه. طب خلاص ذا يبقى تقول يونجست واي او يو ان جي اي اس تي الاصغر. صفحه 90 جنرال اكسرسايزز مع حضرتك نص الاستماع وتابع معايا علشان تسمع. بيقول لك ذا تحيا مصر بريدج كوبري تحيا مصر is the world's widest suspension bridge هو أوسع كوبري معلق في العالم and it opened in Cairo وافتتح في القاهرة in May 2019 في مايو 2019. It's 67.36 meters wide الاتساع بتاعه 67.36 سنتي and 540 meters long وطوله 540 متر. It crosses the Nile's وراق ايلاند بيعبر النيل من عند جزيرة الوراق. السؤال الاول تحيا مصر بريدج is the world's نقط suspension bridge طبعا بيتكلم على انه الاوسع او الاكثر اتساعا يبقى widest. نمبر 2 it opened in نقط 2019 افتتح في شهر ايه سنة 2019 طبعا شهر مايو الاجابة ايه. It's 67.36 meters ايه بقى وايد طبعا اتساع او عرض. رقم 4 the bridge crosses the Nile's وراق نقط بيعبر جزيرة الوراق يبقى ايلاند الاجابة سي. تعال بعد كده على المالتيبل تشويس كويستشن او اسئلة الاختيارات بيقول لك mountain climbing تسلق الجبال is the most نقط سبورت هي اكثر رياضة نقط. many people كثير من الناس may fall and die ممكن تقع وتموت. beautiful جميلة سيف آمنة cheap رخيصة dangerous طبعا خطيرة. رقم 2 it's important to be polite من المهم انك تكون مؤدب when you نقط your opinion عندما تقدم او تعطي رأيك. make تصنع رأيك take تأخذ give تعطي ask تسأل او تطلب طبعا الاجابة نمرة C give your opinion. رقم 3 I نقط with you you are completely right انت على حق تماما right يعني صواب و completely يعني بالكامل. يبقى I describe انا اصف agree اتفق cross يعني غاضب او يعبر disagree يعني يرفض طبعا الاجابة نمرة B agree with you متفق معك. 4 this is the نقط company in the world هذه شركة نقط في العالم. هنا بيقول لك ذا يبقى عايز صيغة تفضيل عليا بيبقى الاجابة نمرة B the biggest الاكبر. رقم 5 احمد is intelligent وبيقول than than يعني من يبقى عايز مقارنة. intelligent ذكي صفة طويلة يبقى أنا عايز أقول إيه بقى أكثر ذكاء يبقى more intelligent. رقم 6 many people الكثير من الناس enjoy walking بيستمتعوا بالمشي on the glass نقط على نقط الزجاجية of تحيا مصر بريدج بتاعت كوبري تحيا مصر. flower وردة flower دقيق floor أرضية fire حريق طبعا الإجابة نمرة C floor أرضية. 7 are you proud نقط B Egyptian في هنا مشكلة هنا أنا قلت لك في اتنين براود براود أوف بيجي وراها الاسم أو الفعل زي ضاين جديد بي مصدر يبقى تاخد تو بقى طالما وراها المصدر يبراود تو بي Egyptian فخور أن أكون مصري. 8 My youngest brother أخويا الأصغر looks نقط my dad يشبه أبويا looks like يشبه looks angry يبدو غاضب looks some بعض alike يعني متشابهان. ما ينفعش اقول looks alike معناها يبدو متشابهان لا يبدو شبه ابويا look like مش looks alike. look alike دي لو هما اتنين وهنا الراجل جايب مع الفعل اس يبقى looks like my dad يشبه ابي. صفحة 91 الجملة رقم 9 بيقول لك what's your نقط of doing a sport every week ايه رأيك في ممارسة الرياضة كل اسبوع. what's your dream ما حلمك what's your thought What's your ايه بقى think ولا opinion. بص يا شباب عشان ما حد ناس مش تتلخبط انا بقول what do you think يبقى بستخدم think مع do هنا بيقول what's what's وبيقول your تبقى what's your opinion يا دي يا دي يا what do you think يا what's your opinion. هنا الراجل بيقول what's your يبقى هاخد له opinion الاجابة نمرة C. We must نقط our environment يجب علينا نقط البيئة بتاعتنا. فيل يرسب أو يفشل lose يعني يفقد أو يخسر protect يحمي damage يتلف أو يدمر طبعا الإجابة نمرة C protect يحمي يجب علينا أن نحمي بيئتنا correct.
What's the more difficult subject at school؟ ما هي أصعب مادة في المدرسة كلها؟ الراجل جايب ذا، مور دي مع المقارنة بيجيب ذان وراها، هنا مفيش ذان، هنا most. What is the most difficult؟ ما هي المادة الأكثر صعوبة؟ 2. هاو ماتش بيبل؟ لا بيبل ما تاخدش هاو ماتش، هاو ماتش معناها كم كمية، بيبل معدود يبقى أقول عليها هاو ميني، كم عدد الناس helped to build the bridge، ساعدوا في بناء الكوبري. 3. سلمى is the more active girl، active صفة طويلة معناها نشيط، هي أنشط بنت، والراجل جايب هنا ذا يبقى أقول the most، الأكثر نشاطا أو الأنشط. 4. He is good at English than me، هو أفضل في الإنجليزي مني، مش هنا than مقارنة، يبقى أجيب المقارنة من جود، وجود صفة شاذة هتبقى بيتر، بيتر at English than me يعني هو أفضل في الإنجليزي مني. ده تحيا مصر بريدج، كوبري تحيا مصر لسه قارين عليه من شوية، تقدر تكتب عنه براحتك، وما هتلاقي برضو له إجابة مجاب عنه في نهاية الكتاب، وقلنا الملاحظات دي عنه. وبكده نكون خلصنا الدرس الثالث والرابع من الوحدة الثامنة، وجايين لكم في الباقي قريب جدا. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ودعوة حلوة من قلبك يا راجل يا طيب، واشوفكم على خير قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.